الشوط اتجاه حسام حسن واللاعب الروسي حسام تمرر هناك اول محاوله ديال المنتخب المصري تواصل في اتجاه مدحت عبد الهادي كره طويله النبتي يقطع الكره عند حسن ممتاز اللاعب رازي كانت هذه قطفه ديال اللاعب احمد حسن لاعب فريق اسماعيلي غنشاهدوها بالعرض البطيء قطفه قويه ورد فعل جيد للحارس برازي لتحول الكره للزاويه تفدات الركنيه دخل الفرتوت احمد حسن يقدم وبرازي فاللاعبين المصريين يجيدون القذف من بعيد لاعب باقتصاد وبشكل جيد مجيب كره طويله اتجاه بصير وهاني رمزي بصير وركنيه يجي تقول هاني رمزي يجب التغيير ديالو صافي تغير يمكن طاري تمزق في مؤخرة الساق فخروج ديال هاني رمزي غادي يشكل ضغط كبير على اللاعبين المصريين لانهم تعرفوا بان هاني رمزي لاعب محترف فريق فيردا بريم المانيا وتعتبر من لاعبين جيدين اذا غيتغير لانه لاحظت بان هاني رمزي كيمسك في مؤخرة الساق ديالو حيث ان ياسر رضوان مدحت عبد الهادي مجدي طلبة كرة طويلة اتجاه اللاعب محمد يوسف اللاعب النيبت صابر بالكل فنية تيحيد الكرة اللاعب فرتوت اتجاه حجي تنفذ الحارس يا سلام اللاعب بصير ويا سلام على التمريره ديال فرتوت في اتجاه حجي لنفاد بالحارس وتهدي كره اللاعب بصير صلاح الدين بصير والهدف الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي يا سلام على بصير كما تألق مع فريق الرجاء البيضاوي في النهائي ديال البطولة العربية الآن تتألق في ملعب القاهرة الدولي بتسجيل الهدف والجمهور المصري صفق على اللاعب بصير خطأ ديال اللاعب بصير ده مجدي طلبة 12 ولي صلاح الدين في اتجاه اللاعب حسن حسن هذه محاولة غنشاهدوها بالعرض البطيء التمريرة ديال حسام حسن الضربة الرأسية مرت جانبا وتنشاهد الحارس البرازي وتنشاهد ابراهيم حسن تيجر الحارس البرازي من اللاعبين المشاغبين هو سقط الأرض باش يعطي الحكم إنذار أحد اللاعبين هذو من المسرحيات ديال هذا اللاعب المشاغب كلها بصحيح العبارة مشاغب كثير والحجارة تسقط على اللاعبين المغاربة أقول الحجارة نتمنى من المخرجة وفاء أبو فاضل تعطينا هاد الصور ديال الحجارة تتساقط على أرضية الملعب في اتجاه اللاعبين المغاربة وعلى الصورة هذا أحد المشاغبين ابراهيم حسن للظاهر بالسقوط نتمنى من المراقب النيجيري
باتريك يسجل هذه المسائل. والنيبت في حوار مع مراقب المباراة، والجمهور المصري يصرخ على فاروق جعفر وعلى الخطيب، بيقول الخطيب برا برا برا. النيبت في حديث مع الحكم الرابع مصطفى ابو قمر. نتمنوا اللقاء، نشاهدوا اللقاء، تسود روح عالي، روح رياضيه عاليه. وتنشاهد بان الحكم يطرد الطهر الخلش، ما عرفش لحد الان، ما عرفتش. اذا اللي تيخرج هو نور الدين نبت. لانهم ضغطوا على الحكم المصري، قالوا بان نور الدين نبت ضرب اللاعب حسام حسن، وهذا ليس بصحيح. وتنشاهدوا البرازيل يعطي حجارة كبيرة لأحد اللاعبين. إذا تخرج نور الدين نبت. لاعب كبير نور الدين نبت. بحيث المصريين الكل تعرف اللاعبين المصريين أوقعوه في الفخ. والحكم التونسي طاح في الفخ وتعطي إنذار ورقة حمراء للاعب نور الدين نبت. ابراهيم حسن اللاعب وليد صلاح الدين في السحجية قطع له الكرة. حسام حسن الضغط كله على الدفاع. ممتاز لاعب روسي صابر. صادق يخرج كرة من تما. محمد يوسف حلال انطلق. معدي وليد، ومعدي وليد، معدي وليد، ويلعبها هون مع حسام، يعملها ثاني معاه كرة الدقيقة، ويروح لياسر مدهور، مجدي طلبة، ويلعبها لوليد، ويلا وليد، ولسه كرة مع وليد، وعايز يعدي لكن يخطفها من قدامه يوسف ويس، لصابر، الظهير الأيمن اللي يلعبها طويلة ترد على طول لمجدي طلبة. وتروح تاني لوليد اللي بيعمل مجدي طلبة. يلا مجدي، يلا مجدي، يلعب كرة بالعرض حلوة. جميل يا ولد يا ولد يا ولد.
ياسر رضوان داري ركنية أخرى الوضع ديالي الان كيتعلق فيه شيء ما لان تم جمهور كله من وراء ديالي وما تحرنيش نأدي المهمه ديالي ضربه